لكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير، لاباس عليكم؟ هانين. كي دايرين مع هاد الشطنه ديال هاد الوباء؟ نتمنى تكونوا ولفتوا، نتمنى تكونوا ولفتوا البرك في الدار وهادشي ما كاين. البنات اليوم البنات غندير لكم واحد نوع من المعسلات ديال رمضان ان شاء الله، اللي هو البليغات. البنات راه درت لكم العسل، غادي تدوزوا للقناه ديالي، راه كاين العسل كيفاش تصنعوا العسل في البيت. راه درت لكم العسل، راه زوين هذاك البنات، راه جربوه الناس وعجبهم، غزال كيجي. ودرت لكم الشباكيه، ومازال غادي ندير لكم واحد النوع اخر من الشباكيه، وندير لكم انواع اخرين من المعسلات. دابا ان شاء الله غادي ندير لكم البليغات، تبعوا معايا الى الاخر وشاهدوا الفيديو ان شاء الله. احنا نقربوا الكاميرا، انتم البنات المقادير، المقادير البنات هما هادو. عندنا كاس ديال الجنجلان، انتم كاس ديال الجنجلان، وعندنا نص كاس ديال الزبده مذوبه، وعندنا كاس ديال المزهر، نص مزهر ونص ماء مخلط مزهر، وهذا وعندنا واحد العواشق صغيره، واحد راس المعلقه ديال الخميره الكيماويه، واحد القبيصه ديال الملح، واحد 250 غرام ديال الدقيق، ولا احتاج راه مازال غتزيدوا. المهم هنا درت 300 غرام وغنشوف شحال غيشات ليا. وعندكم هذا اللوز المحمر المقلي اللي غنزينوا به ان شاء الله لهاد البليغات. يلا تبعوا معايا الى الاخر البنات. دابا غنبداو ان شاء الله، غادي نبداو بالدقيق. غادي نديرو الجنجلان، غادي نديرو الخميره، غنديرو كلشي مع بعضياتهم، شويه الملح، غادي نديرو الزبده، وغنخلطو بهذاك الكاس، بهذاك الكاس ديال المزهر والماء. وغنشوفو غيتجمع لينا صافي. المهم ها نتوما البنات، انا درت قدامكم 300 غرام، ها نتوما كنجمعوا الخليط بحال هكا، حضر شيشه الماء، كتجمعوه بحال هكا، وكتجمعوها وكديروها في بلاستيك غذائي، وكديروها في الثلاجه واحد 10 دقائق، وعاد نبداو نخدموها. هي ما كتبغي لا دليك لا والو، ها كتجمعوها صافي. ها نتوما البنات القوام ديالها، ما كتبغيش دليك، كوروها صافي. نديروها في بلاستيك غذائي، نخليوها 10 دقائق ترتاح في الثلاجه، ومن بعد غنشكلوها على حسب على شكل بليغات ان شاء الله، ونتلاقاو. يلا الى اللقاء. ها نتوما البنات، من بعد ما خرجناها من الثلاجه ارتاحت واحد 10 دقائق، دابا غنسرحوها. نسرحوها مزيان،
دائما البنات الجنجلان نقيوه نقيوه باش ما يجيكمش فيه واخا دوك الحجيرات وداك الشيء، راه عرفتي الا مشات جا فيه داك الحجر يبقى يتغرزز في فمكم. حاولوا تنقيو الجنجلان مزيان. وعلى فكره البنات راه ما درتش فيها البيض، لان البيض الا درتو فيها البنات راه الا درتو فيها البيض راه غادي تمحنوا في القليان، كيطلق داك الكشكوشه ما كتبقاوش تشوفوا كاع، ما يبقاش يبان لكم تبان لكم هذيك البليغه باش تعرفوا واش طابت ولا ما طابتش، ما تبقاش تبان لكم. ولهذا ما ديروش البيض راه بحال بحال، قد درتو فيها البيض قد ما درتوش فيها البيض بحال بحال، ما كاينش شي فرق. انا مثلا الشباكيه راه ما كنديرش فيها البيض نهائيا، انت الا درت فيها البيض غتبقى تكشش ودير الكشكوشه. اللهم ما نديروش البيض ونخدمو مرتاحين، ما زيد والو هذاك البيض. بنات كنسخنوها بحال هكا ونبداو نقطعو. هاد القطع ما كيقطعش مزيان، نقطعها بيدي بحال هكا، نديروها مربعات. ها نتوما الا عندكم شي طابع كيقطع مزيان ديروه، ما عندكمش ديروا مربعات البنات. ها نتوما كديروا بحال هكا، وحداكم واحد الطويصه فيها الماء كديروا من هنا ومن هنا الماء وكتلصقوها بالماء بحال هكا البنات بحال هكا، وكديروها في البلاطو وتخليوها حتى تنشف. نعودوها مع بعضياتنا هانتوما البنات، الماء ضروري باش تلصق، كديرو لها بحال هكا. وهانتوما السمك يدير السمك ديالها مرقيقه ما غليظه، كديرها نورمال، ديري شويه الماء. هانتوما البنات بحال هكا كيجيو البنات ولا اروع والله العظيم، جربوهم راه زوينين. راه كنديرهم ديما في رمضان الكليان ديالي والناس اللي كتجي والضيفان واصدقاء ديالي كلهم كيحمقوا على هذه كتعجبهم، وانا ديما كنت كندير لهم ديك الشعبانه، كنا كنتلاقاو الاصدقاء وكنجمعوا، ولكن هاد العام ما كنجمع، كنتجمعوا كنديروا بحال هكا غدا ولا عشاء، وكنتلاقاو كبحال باش كنودعوا بحال هكا نودعوا زعما كاينه شعبان. ايوا ولكن هاد العام ما كتبش الله عندنا ما نديرو. الحمد لله على كل حال. ها نتوما البنات بحال هكا، هذه هي البليغه ديالنا هانتوما ساهله. طبعا الدراري الصغار يصوبوها لكم. ها بليغه هانتوما البنات، ان شاء الله انا غنكمل وملي غتنشف غنبداو القليان مع بعضياتنا. يلا نتلاقاو من بعد باش ما يجيش الفيديو طويل. هانتوما البنات تا هاد الشكيل تا هادو، بغيت نوريكم هاد الشكيل ديال هاد الفراشه تا هي كتجي زوينه. اللي بغى يدير انا عاوريها فكره، حبيت نوريها لكم كفكره، ولكن انا كنفضل دائما كنفضل هاد البليغات. هانتوما كتشدو هادو بحال دوك ديال لي بات كيتباعو، نضغطو عليهم هنا هانتوما البنات، هانتوما غنديرو لي عجبكم البنات. هادي فكرة طرحت عليكم، هانتوما غديرو لي بغيتو. يلا نكمل من بعد.
نتوما البنات احنا كنقليو فيها، وملي غنقليوها غنديروها في العسل وغادي يخرج لينا بحال هكا. من بعد غنزوقوهم وغنشوفو معايا الطبق النهائي ان شاء الله. صافي هذا اللي كاين، قليا راه معروف. هذا هو الطبق ديالنا البنات اللي درنا بلي مع بعضياتنا بليغات. شوفوا كي جاوا، جاوا رائعين. حاولوا تجربوهم البنات، راه مخيرين. ديروهم الرمضان الكريم اللي جاي ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه. وهاد هاد لي بابيون اللي درت لكم ها هما، ها انتما راه رطبين وزوينين فنين رائعين. والبليغات حتى هما البنات ها هما، نحل لكم وحده انتما فتيين غزالين كيهبلو. ها انتما رائعين، ديروهم وتفكروني. يلا هذا هو الفيديو ديالنا البنات، هذا هو الفيديو اللي كان البنات. كنتمنىكم ان شاء الله تلايكيو لعجبكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. رمضان هذا الناس تحتاج بحال هاد المعسلات. ايوا الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والراحه ان شاء الله. والى اللقاء حبايب.